أنا في زيارة لمدينة وهران بمناسبة الملتقى الدولي تاع منظمة وكالة الأنباء للدول البحر الأبيض المتوسط اللي تنظم وكالة الأنباء الجزائرية بصفتها رئيسة هذه المنظمة. وهذا الملتقى يكون فرصة باش مسؤولي وممثلي وكالة الأنباء لدول البحر الأبيض المتوسط يزوروا مدينة وهران ويشوفوا الإنجازات والمرافق الرياضية اللي راهي جاهزة اللي راح تحتضن ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وكالة الأنباء من أهم وسائل الإعلام وهي وكالة رسمية كما تعلمون اللي راح تشرف على تغطية ألعاب البحر الأبيض المتوسط والترويج لها وتنظيمها للملتقى تاع وكالة الأنباء البحر دول البحر الأبيض المتوسط. ما هو إلا دليل أن من أهداف الوكالة ومن أهدافنا كذلك ترويج بهذه الألعاب داخليا ودوليا.